السلام عليكم واهلا بيكم حبايبي في فيديو جديد على قناتي مطبخ ايمان عاطف. لو اول مره تشوفيني مهتمه بالاكل الصحي اللذيذ، ما تنسيش تشتركي بقناتي وتفعلي اول جرس عشان يوصلك كل يوم اشعار بفيديو جديد. يا ريت يا بنات لايك للفيديو، الطريقه دي تحفه والقطايف دي هتعجبكم وهتعجب ولادكم جدا. انا عامله العجينه في فيديو قبل كده وهحطه لكم في صندوق الوصف. النهارده بقى هنعملها بطريقه جميله جدا ولذيذه تناسب الدايت وكمان من غير تحمير، بس يا ريت للي يبدا الفيديو يكملوا للاخر يا بنات علشان القناه ترتفع وتتشاف والناس كلها تستفيد. معايا دي الحشوات اللي هستخدمها زي ما انتم شايفين، وده القطايف اللي كنا عاملينها. انا عاملاها قبل كده بالدقيق وعاملاها قبل كده برضو بالشوفان، وهحط لكم الطريقتين في صندوق الوصف للي حابب يعمل. هنزل بقى الحشوة زي ما احنا شايفين كده في طبق، هنحط فيه دي جبنة حلوم وانا مقطعاها رفيع، ومعايا بسطرمة ومعايا جبنة رومي، معايا طماطم شايلة القلب بتاعها علشان ما تبوش ليش القطايف. يعني باخد الجزء الخارجي من الطماطم بقطعه صغير، وفلفل رومي اخضر، ولو عايزة تحطي فلفل حامي مفيش مشكلة، بس الفلفل الرومي البلدي احسن من الفلفل الالوان في الحشوة. هضيف كمان 2 من البيض، جبنة الحلوم جميلة جدا هنا هي وجبنة الرومي احلى من الجبنة الموتزاريلا. هحط بقى 2 من البيض، طبعا مش هحط ملح لان البسطرمة والجبن فيهم ملح. هبتدي ان انا بقى اقلب المكونات دي مع بعض. برضو الفيديوهات بتاعت القطايف هتظهر قدامكم دلوقتي على الشاشة برضو من فوق، سواء عايزة تعمليها بالدقيق الشوفان المطحون او بالدقيق الابيض، الطريقتين حلوين جدا ان شاء الله. هبتدي بقى اخد القطايف كده وهي لسه معمولة، وهحط الحشوة. طبعا انا ضايفة بيض هنا علشان القطايف تلزق حلو، انا مش هحمرها في الزيت مش عايزاها تفتح مني في الفرن، انا هعملها بطريقه صحيه وهتطلع احلى كتير ومقرمشه برضو وعجبت الولاد جدا وان شاء الله هتعجب ولادكم كمان. زي ما قلت لكم هي ممكن تتحط كصنف من المقبلات على الفطار لو عندك عزومه، وممكن كمان تعملوها تتسحروا بيها بالف هنا. احنا اتسحرنا بيها امبارح كانت جميله جدا، بالهنا والشفاء على كل اللي يجربها. طبعا هي بتلزق بسهولة كده لما تكون لسه معمولة، وكمان البيض اللي احنا ضايفينه هيساعد ان هي تقفل على طول ومتفتحش منك في الفرن، وحتى لو عايزة تحمريها من فوق مش هتفتح ان شاء الله معاك. طبعا انا بضيف في الحشوة كل حاجة، يعني براعي ان انا اضيف فيها من كل حاجة انا ضايفاها، الجبن بقى والبسطرمة. يعني عايزين تحشوها بفراخ مش هتقول لا بدل البسطرمة، وبنقفلها عادي خالص زي ما احنا شايفين كده. متنسوش اللايك يا بنات، ويا ريت اللي تفتح الفيديو يا ريت يا ريت تكملوا للاخر، لان الواحد يعني مش لاقي نتيجة للتعب، لان انتوا مش بتكملوا الفيديو للاسف، فالمشاهدات بتاعت الفيديو ما مش يعني الفيديو ما بيتشافش عشان كده، فياريت تكملوا الفيديو للاخر. هنا بقى هحط زيت زيتون في الصينية، معلقة من زيت الزيتون، وطبعا ايه هعملها كده بالفرشة افردها في الصينية، وهبتدي ان انا ارص ايه القطايف دي. احلى طريقة قطايف يعني هتعجبكم جدا ان شاء الله. وهاخد كده بالفرشة وهدهن بس بسيط كده من قطايف من على الوش. هخلص انا بقى الكمية كلها لوحدي اهو، دي كده كمية اهي، انا كنت عاملة حوالي كيلو من القطايف، ودي الكمية بقية الكمية برضو. يعني نراعي ان احنا ندهن الصينية علشان ايه احنا مش هنحمرها في الزيت، احنا هندخلها الفرن. انا هعمل كل ده بمعلقة زيت واحدة اهي في الفرن زي ما احنا شايفين. بعد ما تحمر من تحت بفتح عليها الشواية، ده شكلها من الداخل، الجبنة هي من الداخل مع انها مش موتزاريلا بس رائعة احلى من الموتزاريلا. يعني رومي مع يعني الحلوم طعم رائع يا بنات، ان شاء الله تجربوها وتعجبكم جدا.
اهي شايفين من الداخل، مش قادرة اوصف لكم قد ايه جميلة. ويعني ما شاء الله امبارح في السحور عجبتهم جدا وحبوها، وانا بعملها اوقات برضو جنب الاكل على الفطار، ولا قلينا ولا حاجه، وزي الفل هي طالعه رائعه. معلقه زيت واحده وزيت زيتون كمان. اتمنى الفيديو يعجبكم وتستفيدوا منه، ما تنسوش تعملوا شير للفيديو لحبايبكم، وما تنسوش تدعموني بلايك ومشاهده للاخر، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديوهات جديده. مستنيه تعليقاتكم الجميله وتطبيقاتكم الاحلى على صفحتي على الفيسبوك مطبخ ايمان عاطف، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.